هوتيل منصور مقالده جي سوى حاسر رسمي او غفر مي كلن ديميت كي صدحات اي انصار السنة او اي كوكول من علماء الدين كا صومالي دا وحنا كلن كاسي وجيدي سوى هيد اسلامر كان مددو او صعده لغاها دونا محاضرين كلا دوان او كوكان دونتها دين علماء الدين ادوا وين او قيمة كلها بلشدة صومالي دا ايا كسو قيب غلا كلن كاسي وحنا كلن كاسي كلا قيب غلا قدوميها قولها وكيلة دا صومالي لان وزيرك وسارد الدين تيوقافتها مايرك عاسمة دهر جيسا مسؤولين بهذا الدقن كأقوانيهن هوين إيا أردي إيا مرت الشرف كالأولوغوسي عاسومي شيخ عدرشيد علي الصوفي شيخ عدرساق عبدالله تيرو أو إساقو آه قدوميها أنصار رسولنا كالمدى أيقوم هالنغيين حكومة دا سومالي لان أو قيب كالقادتي قب سوميد دا الشركا أما وكولا كان ديميت كدعي عاسمة دا سومالي لان هر جيسا وحا مهدا وين له مرتقاتك ينوف هنكلي شيء دولدا سومالي لان أو لما آدي أبنو أشرفين إنه كصورة في القرآن الحديري وهو وينا وزير الأوقاف والشؤون الدينية أيو رئيس البرلمان أيو عمدة البلد حكومة سومالي لان دولدا سومالي لان دولة بركيسا وأكو شكرنا يا بعد شكر الله تبارك وتعالى وأم دحوين ويحي وقهرين مجاهد موسى الله بركي علماء الدين قناع سطو وحقرد إيوه حلي بانو كاتسان قولها وكيلة دا سومالي لان أيا يقول هالكاسي كلمة دا كتشي دي أكو سودوين يان علماء دان ما يركع عاسمة دا هرقيس عبدكرين أحمد موغا أيا دنكي سشيغي إن كلان كان انتو صعدوه bulshada ku dhaqan caasimada Soomaaliland Hargeysa ay ka faa'iideystaan isla markaana ay ka qayb galaan kulankan diimeedka ka socda caasimada Soomaaliland Hargeysa soo marti weyn ba joogta magaalada martina soo weyn ba loo soo dhaweeyaa in jicil yahay walidiin maraya marka martidu in soo dhaweeyay in kulamada soo cambaraba yaa loo kala maqlaan maamaha martida lino yahay ugu dambeyntii waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta Soomaaliland Sheikh Liil Cabdullaahi Axmed iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo iyaguna halkaasii kalmada soo dhaweyn ah iyo dardaaran ah halkaasii ka jeediyay saadaasadu waa maya waxaan isugu nimid oo inuu isugu mootamarka loo qabtay inaynu hamiga islaamka qaadno xambaarno oo inuu warwarno ubadkeena horyaheena dalteena dadkeena dadna caalamka inaynu gaarsiino farxad bayna u tahay dhammaanteen inaan marti gelinno kulan diimeedkan qiimaha leh ee waalaheen aynu soo qabanqaabiyeen sharaf iyo qiimo aynoo leedahay karaamo aynoo leedahay waxay noo tahay wax lagu waa farxo in badan baa dadkeenu ku dadaalaan kheyr iyo wanaagga marka caalamkeenu waa arkaan inaan kheyr marti gelinayno waayo daarteed distoriga ayay ka muuqataa daarteed distoriga محاضراتك اللي هو علمي اللي هو بدونا اللي يسوي اللي فعلي سنده وتدارك اي بحيان علمها اي مؤسساته اي نبراه كوه اي نكفى اللي يسنده